بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اجمل حاجه عجبتني النهارده، هي بصراحه في حاجات كتير عجبتني النهارده، بس اكتر حاجه كنت بتمناها النهارده ان وليد نزارو يسجل. كان نفسي جدا وليد نزارو يجيب جول، لان وليد نزارو من اكتر المهاجمين اللي ما مشي من النادي الاهلي انا زعلت عليه، لان كنت بحب جدا وليد نزارو، كنت شايف ان وليد نزارو ده محتاج مدرب يشتغل عليه وهيطلع منه هداف عظيم جدا وهيطلع منه لعيب كبير جدا. بس للاسف الشديد وليد نزارو راح للاتفاق السعودي. كان نفسي ان نزارو من اول لمسه وليد الكارت يعطيها له يسجل، بس حسيت ان هو في حاجه غلط. ده مش يعني مش اعدادات وليد نزارو، اكيد هيحصل مشكله، اكيد هتحصل مصيبه. لحتى فعلا لقيت الفار بيقول لك ان الكره اوفسايد. كان نفسي الدبل كيك الاخيره اللي عملها تيجي جون، بس برضه للاسف الشديد زيز ازارو، يعني تلاقي كل الحظ اللي في العالم كله اتجمع على وليد ازارو والكره تخبط في العارضه ويحصل اي حاجه الا ان وليد ازارو يسجل. وجود لعيب زي بدر بنون وشرط القياده على كتفه للمنتخب المغربي للمحليين، بطل افريقيا للمحليين المنتخب المغربي، كابتن الفرقه بتاعته اللي بيلعب في الاهلي المصري. لا يا باشا، انا مذبهل جدا. حتى المشاكل اللي بيتكلم عليها حسين عموتة على اشرف بن شرقي وتجديده مع الزمالك، والتصريح اللي لبس حسين عموتة، او التصريح اللي حسين عموتة قاله، ومن في نوعيه تصريحات بتقولها وبتندم عليها، في تصريحات كده بتحس ان انت غلطت انك قلتها، بس بعدها بتقولها خلاص، بتقولها من لسانك مش هتعرف تلمها تاني. وده اللي حصل في ازمه حسين عموتة واشرف بن شرقي والزمالك. كان في مشاكل كتير وفي ناس طلعت تردد كتير على السيد حسين عموتة، مع ان يا جماعه عادي تصريح قلش من الراجل، بس احنا بسم الله ما شاء الله ما بنصدق موضوع يلا رد يلا رد يلا رد يلا رد. النهارده ماتش المغرب وفلسطين. بص، هو مبدئيا هو قبل اي حاجه فكره المنتخب الفلسطيني موجود في البطوله دي ريسبكت، فكره ان الناس دي موجوده معانا هنا في البطوله دي حاجه لها طعم تاني وطعم مختلف تماما، لان اغلب المنتخبات اللي هتلعب ضد المنتخب الفلسطيني الجمهور بتاعها اساسا هيبقى رايح معاه اعلام المنتخب الفلسطيني، يعني بيبقى عنده مشكله كده اللي هو تكسب فلسطين بس بتحس ان في زعق كده جواك، اللي هو يا كان نفسي الناس دي تفرح وكان نفسي الناس دي تعمل حاجه، بس لا، لما تيجي عند منتخب بلد الموضوع يبقى صعب. وبصراحه فكره ان منتخب فلسطيني يكون ند للمنتخب المغربي هي فكره اقرب للخيال، حتى المنتخب المغربي جاي بالصف الثاني كله حرفيا. الموضوع صعب جدا، صعب جدا جدا كمان، لان حتى الصف الثاني بتاع المنتخب المغربي او المنتخب المحليين بتاع المنتخب المغربي منتخب فيه لعيبه قويه جدا بجد والله، لعيبه قويه جدا. وليد الكارت نجم بيراميدز، بدر بنون ولدنا نجم النادي الاهلي المصري، بطل افريقيا، كبير افريقيا، لعيب مثلا زي اشرف بن شرقي بيلعب في الزمالك، وصيف بطل افريقيا النسخه اللي قبل دي. اشرف بن شرقي بالمستوى اللي بيقدمه بجانب لعيب زي يحيى جبران، بجانب لعيب زي اسماعيل الحدادي، في اسامي تقيله جدا موجوده في سكواد المنتخب المغربي، والمنتخب المغربي زيه زي المنتخب الجزائري، في فتره طفره غير طبيعيه، وفي عناصر موهوبه كتيره جدا موجوده في المنتخب المغربي، ولسه في عناصر موجوده في اوروبا محتاجه اكتشاف ومحتاجه انك تروح تدور على اللعيبه اللي عندهم اصول مغربيه. هتلاقي ان بسم الله ما شاء الله عمار يا مغرب في المواهب الكرويه. المغرب من الدول اللي بتعرف تلعب كوره، زيها زي الجزائر زي تونس زي مصر، الدول دي عندهم لعيبه مولودين على حب الكوره، فالموضوع صعب انك تتكلم على فكره ان المنتخب الفلسطيني يكون ند اساسا، لان الناس دي طعم رحم المعاناه، فالموضوع مستحيل ان هم يجوا ينافسوا المنتخب المغربي في الملعب، فالمنتخب المغربي ما دخلش الجيم غير متاخر، يعني المنتخب المغربي القذيفه اللي جت من محمد النهيري فتحت المباراه شويه، رغم ان الهدف جه متاخر بس فتح المباراه شويه. وعجبني طبعا زي ما الكابتن علي عالم علي محمد علي ما كان بيقول، وقفت الكابتن وبدر بنون وبيقول لهم لازم نلعب كورتنا ونمشي كوره على الارض. الرساله وصلت يا كابتن، والله وصلت وبزياده بسم الله ما شاء الله. الشوط الثاني المنتخب المغربي قرر ان هو محتاجين فعلا نزود في الاهداف، محتاجين نوصل رساله زي ما الجزائر ما وصلت رساله بعد الفوز على المنتخب السوداني، زي ما تونس ما وصلت رساله بعد الفوز على المنتخب الموريتاني. حقنا وقت بطل افريقيا المحليين ان هو يدي الرساله بتاعته ان احنا بالصلاه على النبي جايين ننافس على البطوله وجايين ناخد البطوله بعد ما خلصها، وورونا يا جماعه مين اللي هيقف ضدنا. احنا اهو فرقه زي منتخب فلسطيني عامله علينا زون ديفنس و11 لاعب واقفين نص ملعبهم، بس هنجيب الثاني ونجيب الثالث ونجيب الرابع. والتغييرات بدات بدري قوي، يعني مثلا الدقيقه 46 ما بين الشوطين وليد ازارو نزل مكان كريم البركوكي. ووليد ازارو اول ما نزل كروس مرفوع، وليد ازارو كان مالوش في الكره اللي عليه، ازارو من زمان مالوش في الكره اللي عليه. فلقينا ان عبد الهلال حفيظي جه من بعيد وسجل الهدف الاول. نسكت بقى على كده؟ لا، احنا مش جايين نسكت النهارده يا باشا. عبد الهلال حفيظي بيسجل الهدف الثالث. المنتخب المغربي تحصل على ضربه جزاء عن طريق البديل سفيان رحيمي، عرف ياخد ضربه جزاء، دخل الكابتن بدر بنون حطها وسجل الهدف الرابع. وبعد كده المنتخب المغربي يكمل تغييرات تاني ونزل ادريس فتوحي مكان يحيى جبران، ونزل ايمن الحسوني ووليد الكارتي، ولا محمد علي بن معمر مكان وليد الكارتي، وايمن الحسوني مكان عبد الاله الحفيظي،
وكان نفسي بصراحه محمد فوزير ينزل الملعب، بس ان شاء الله باذن الله فوزير نشوفه في ماتش السعوديه او نشوفه في ماتش الاردن، لان زي ما قلت لك لو حبيت تشوف لعيب مميز في المنتخب المغربي ياخد فرصته فانت هتيجي برضو على حساب لعيب مميز تاني. فالموضوع بالنسبه للمنتخب المغربي استمتع بما يقدم من ال11 لاعب الموجودين في الملعب بجانب التغييرات اللي المدرب حسين عموته هينزله من الملعب. استمتع يا معلم، انت جاي هنا رحله للاستمتاع، المنتخب المغربي جاي بيقدم لك رحله للاستمتاع في الادوار الاولى وبعدها لكل حدث الحديث عزيزي. وبعدها لو عجبك هذا الفيديو نكمل مع بعض ونشوف المنتخب المغربي في رحله العظمه اللي بيقدمها في بطوله كاس العرب للمحليين. ان عجبك هذا الفيديو اعمل لايك، ولا ما يعجبك فاشتم في كومنتات عادي براحتك، ولا يهمك.